السلام عليكم على الجميع، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم شوربه العدس واللي غادي نحتاجوه في المقادير ديالها: طاسه ديال العدس، نصف بصله، تقدروا تعملوها مشلضه، انا كتعجبني هيدا مقطعه دوائر كبار. هنا بالنسبه للخضره عملت النص ديال اللفت والنص ديال القرع. كاين اللي كتعجبو العدس بالبطاطا، يمكن له يعمل بطاطا. فانا بالنسبه للخضر اللي كتعجبني مع العدس فهي القرع واللفت. هنا بالنسبه للعطريه خلط معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال الابزار، نصف معلقه ديال القرفه. غادي نحتاجو صوص طوماط واللي غادي نعمل منه 4 ديال المعالق كبار. غادي نحتاجو بطبيعه الحال زيت المائده، ممكن تعملوا زيت الزيتون حيت كاين اللي كيعجبو يطيب الزيت ديال الزيتون. انا زيت الزيتون غادي نخليها هي الاخريه. بالنسبه للماء غادي نحتاجو 4 ديال الاكواب كبار ديال الماء، وبطبيعه الحال ضامه البنه، يمكن لكم تعملوا ديال السمن، يمكن لكم تعملوا ديال الدجاج، يمكن لكم تعملوا ديال اللحم. فانا غادي نعمل ضامه دقنور ديال السمن. الان غادي نقلي البصيله ديالي، نعمل الزيت، وغادي نضيف عليها البصل. بعد ما تقلات البصيله ديالي الان غادي نضيف خضيره، غادي ندير يقامه، ونخلي الكل يتعرق مع بعض. الان غادي نضيفو ضامه ديال كنور ديال السمن، اللي ما بغاش يعمل كنور يعملها الملحه فقط. غادي نضيف 4 معالق ديال لاصوص الطوماط، وغادي نخلي الكل يتعرق مع بعض. ملي تصوطالي الخضره ديالي مزيان عاد غادي نضيفو العديسه ديالنا باش تقلى مع لاصوص، وعاد ديك الساعه نضيفو لها الماء ونشدو عليها.
ها هي شوربه العدس ديالنا واجده. كيف ما كتشوفوا غادي نخليها تغلي واحد شويوش، ضفت لها ملعقه ونص ديال السودان حيت انا الشوربه كنبغيها تكون شويه حاره. للاشاره فقط هاد الشوربه هذه ما غادي نطحنها شي حيت كنبغي العديسه تبقى لها داك الصحيحه في القيمه ديالها والخضره كذلك. فانتما الا بغيتوا تطحنوها طحنوها. بالنسبه للتزيين غادي نضيف عليها زيت الزيتون وقطعه واحده من لاباشكيل. هذا هو الشكل النهائي ديال شوربه العدس ديالنا، رفقتها بشويه ديال الشباكيه مع التميرات والكويس ديال الماء. بويطات هنايا مسلوقين القطع ديال البيتزا، هذه همبرغيسه ديال الكفته، هذا السيكار ديال الجبن، هذا السيكار ديال الكفته، وهذا السيكار او القنينطات ديال الدجاج بالليم. هذا هو الفطور ديالي المتواضع. نتلقاكم باذن الله تعالى فيديو جديد صيام مقبول. سلام عليكم.